أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أو سيدة أعمال. معنا اليوم رائدة الأعمال الآن سندى من سلتنتي كافي. أهلا الآن سندى. مرحبا فيك. بداية شكرا جزيلا لتواجدك معنا بالبرنامج، وبالبداية بنتمنى تعرفين المزيد عنك وعن اللي شجعك لحتى تبدأي هاي الكافي. زين، وياكم ندى محمود بالشوارب. أول شيء كان حلمي من سنين، يعني من أيام المراهقة يمكن، أن يكون لي الكافيه الخاص. يعني ما خليت يمكن كافيه في الدولة إلا وكنت أسيرة. أول ما يفتح أي كافيه جديد كنت أسير أجرب الأشياء اللي عندهم. يعني هوايتي، أو مو بس هوايتي، شغفي اللي هو الكوفي أو أي شيء يخص الكوفي. أخذت دورة وكنت دائما أسوي سيرتش، فعندي خلفية عن الكوفيات وكيف ممكن أسويها وشو أجود الأنواع. الحمد لله عقب سنين تحقق الحمد لله الحلم، تقريبا من 10 أيام فاتحين. ما شاء الله عليك. أنسى ندى، ممكن تحكي لنا المزيد عن البرودكتس كسويتس كدرينكس هوت كولد اللي بتقدموها داخل الكافيه؟ عندنا الكولد درينكس والهوت درينكس. الهوت درينكس ينقسمون للناس اللي تحب اللي هو سترونج كوفي أو تحب يكون سويت. عندنا أشياء غريبة منزلينها في المنيو اللي هو ريد فيلفت، في حار وفي بارد، يكون كوفي وبنكهة ريد فيلفت. عندنا شيء غريب بعد اسمه بلو لاتي، يكون لونه جاي على أزرق ويا نكهة. الأشياء الباردة تنقسم لشيء ثاني اللي هو مثلاً اللي ما يحبون الكوفي، في عندنا أنواع سموثيز يكونون 100% صحيين. عندنا نوع من الديتوكس اللي هو ينظف الجسم من كل الأوساخ أو الأشياء اللي فيه. عندنا أنواع عصاير، عندنا موهيتوز، المشروبات الحارة بعد موجودة. يعني الحمد لله متنوع. من ناحية الأكل عندنا سويتات أو all day breakfast. في ناس تحب طول اليوم تأكل مثلاً ساندويتشز. عندنا باستا، هاي الوحيدة اللي نزلناها غير المنيو، وإن شاء الله نزيد مع الأيام بإذن الله. أنسى ندى، ممكن تحكي لنا المزيد على خططكم المستقبلية والرؤية المستقبلية للكافي؟ إنزين، أول شيء أحس إن أضاف هاللقاء يكون دافع لأي إنسان عنده حلم. يعني أبغى أتكلم عن جزء كيف قبل ما أبدأ، شو الأشياء اللي واجهتها، وعقب ممكن أتكلم عن إن شاء الله مستقبلاً. أول شيء أنا وايد أؤمن إن كل إنسان في الحياة عنده حلم أو شيء كبير يبغى يسويه، وفي نفس الوقت يحس إنه صعب وبعيد أو ما عنده القدرة. فاستعنت بشركة تخليني يعني أو تساعدني أسس المكان كله من A to Z، خاصة ما كان عندي خبرة، أول بزنس لي، فكان شيء وايد حلو. وقعت العقد، طبعاً طلعت الشركة محتالة بشكل مو طبيعي، خذت عني مبلغ كبير من البيزات، فهالشيء خلاني أقوى زيادة. دورت لي مقاول ثاني الحمد لله، كملت الكافيه بروحي الحمد لله. حصلت وايد ناس داعمين، سواء أهلي، حتى كمجتمع وايد ناس ساعدوني، فالحمد لله. يعني اللي أبغى أوصله إن مهما الإنسان طاح، مهما الإنسان مرت عليه ظروف، يقدر يكمل، والله ما عطاه، أقصد الله عطاه القدرة إنه يوصل لوين ما هو يبغى. فالظروف موجودة، الأشياء كلها موجودة، بس أنت كيف تتواجهها وكيف توصل. فالحمد لله كل شيء تيسر. الرؤية المستقبلية اللي هي بإذن الله إنه أفروع في الدولة إن شاء الله، نتوسع. الشيء اللي أنا مسوي عليه فوكس اللي هو يعني أحب إن أنا أكون قريبة من الناس، مو بس إن هذا كافيه وخلاص. شو الناس تحب، شو اللي ما تحب، شو اللي حابة تجربه، دائما ناخذ آرائهم، شو عيبكم شو ما عيبكم، شو حابين نحط شو حابين نضيف. فأحس إنه وايد حلو صاحب بزنس دائما يكون قريب من المجتمع، لأنه هو يخدم المجتمع، فلازم تشوف شو هم حابين. في النهاية أول شيء طبعا حابة أشكر دولة الإمارات الحمد لله، موفرت لنا كل شيء كرائد أعمال كيف يبدأ، مسهلت لنا كل شيء، موفرت لنا أماكن مثل مؤسسة محمد بن راشد، في وايد جهات ممكن نستشيرهم، يعطونا شو الأشياء، يعطونا دورات، في وايد أشياء موجودة. الحمد لله الدولة أبدا ما قصرت،
زائد حابه اشكر اهلي على وقفتهم وياي في كل شيء الحمد لله، يعني واحد واحد ما في اي واحد قصر، خاصه ابوي وقف وياي وقفه مو طبيعيه عشان افتتح هالمحل الحمد لله. بالنهايه انسه ندى بدنا نتشكرك لتواجدك معنا وتخبرينا وتخبري جميع المشاهدين كيف بيقدر يوصل ويتواصلوا مع الكافيه. اللي حاب يتواصل ويانا او يوصلنا موقعنا في جده في دبي، عندنا الارقام ارقام التواصل والايميل وكل شيء موجود على حساب الانستغرام وموجود في جوجل ماب الموقع، فممكن تشوفونه. شكرا جزيلا يا انسه ندى، نتمنى لك دائما التوفيق والنجاح. شكرا. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC الخليجيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.